كمان سريعا، ثورات مصر وتونس وليبيا واليمن هي ربيع عربي ام مؤامره خارجيه؟ لا مؤامره مليون في الميه، هنكذب على بعض وهنكذب على الناس. طب ما مؤامره ومؤامره ومؤامره، اللي مش عاجبه هو حر. حتى سوريا مؤامرة؟ حتى سوريا هقول لك حال. طبعا مؤامرة أكيد، سوريا مؤامرة وليبيا مؤامرة، كله مؤامرة طبعا، وتونس مؤامرة. وشو الهدف من هقول لك حاجة؟ هي جت هم لعبوها في توقيت الشعوب تعبانة. مين اللي لعبها؟ القوى الخارجية أكيد. مين القوى الخارجية؟ لا كله بقى تضامن بالناتو بأمريكا بإسرائيل، مش هنكذب على نفسنا يعني. شو الهدف؟ ما هي واضحة يعني. شو الهدف؟ تقسيم هذه الأمة العربية، تقسيم هذا الوطن العربي بالرشاش اللي فيه، بكل الثروات اللي فيه، بتروله بيورانيومه بحديده بشمسه بطاقته بدنيته بشعبه بشبابه. ليش الشباب اللي بيتشرد السوريين اللي عم بيروحوا لألمانيا وتعالوا الألمان واخدهم بصدر رحب حبا فيهم؟ لا، ما أوروبا القارة العجوز معروفة، أوروبا قارة خلصانة يعني. طيب يعني تقنعيني انه دول يعني عايزين مصلحتنا؟ لا مؤامرة. نعم مؤامرة. وكيف برأيك رح يكون ختاما بانه بتتابع السياسة وبتحلل السياسة؟ انا واثقة في شعوبنا. شو بتتوقعي مثلا؟ فلنتوقع سوريا، كيف بتنظري للمرحلة المقبلة؟ لا سوريا وضحت خلاص، وهي باينة خلاص، وهي روسيا واللي بيحصل ودعم روسيا ليها، ودلوقتي فرنسا نفسها قالت لك احنا عايزين بشار يقاتل معانا، او الرئيس بشار والجيش، الجيش السوري. وتحيه للجيش السوري على هذا الصمود، صمود قوي جدا وتاريخي جدا. شو بتقولي للمعارضه؟ بقول لهم والله لو عايزين مصلحه بلدكم خشوا مع البلد. هل هن مظبوط من لكن اعارض وانا هناك؟ هل هن من ابناء انا ما اعرفش اعارض بلدي وانا برا؟ لا اعارض جوه البلد.